عسلامة ومرحبا بكم مشاهدين قناة سوس تي في. اليوم وفي إطار عمل وثائقي وفي متابعة لجولتنا اللي كانت حول الكارثة البيئية في حي بوزعبية زاوية سوسة، تحولنا على عين مكان وكان باش يكون عندنا لقاء معناها مع بعض المواطنين. ولهنا يطبق مثل يمزين من برا شنو حولك من داخل، خاطر الأشياء اللي باش نشوفوها أشياء بمعنى الكلمة كارثية. هاي نشوفهم بعض. السلام عليكم. سلام. حاج نتن تحكي لنا على الوضعية البيئية الكارثية دي. الوضعية هذه توا كلات نحن الوشوشة والناس نمشيو نشكيو لها، يقول يعني هاني جيتكم نقعدوا بالشهر وبالشهرين وإحنا نجرب وجرتها وثلاثة فانات يجروا الزيتون هك تشوفي كيف نوع الزيتون كانت هبت ثلاثة واربع شكاير وليت ربي يعفو هك تشوفها كيف نية شايحة. واحنا يا ولادي يهديكم يا ولادي اجي منكم في الشتيشاتي والله العظيم في الصيف، مش حتى في الشتي، في الصيف تلقاني لابس بوت وانا تلقاني الحزام الصغار والزوايل تلقاها هاربه من الوشواشه والعباد هاربه واخويا ما لقيناش حتى حل. والمشكله ذي معناها من وقتاش انتم تحكيوا عليها؟ هذه توا عندها تقريبا دورت 10 سنين واحنا نجرب في جرتها. والله من حيث اللي تكونت الوناس فما تقريبا جي 12 عام ولا 13 عام. يا ولدي يهديكم يا ولدي يجع منكم يجي يعمل هكا بك التل ويقول هني سرحت، هو يمشي هم يبقوا يجاروا ثلاثة أربعة فنات لهني وما بيصنتنا حتى حد. في الأخر قال يا أخويا برا يمشي يشكي ولا وانت مش نعمل لك يعني. يا ولدي قلت له يا أخويا هاي في أرضي يعني. قال لي يا أخويا أرضك يعني مش نعمل لها، قل لي مش نعمل. يا ودي يجي يهزوا فناتكم هما يجار وصلحوا، احنا نديو في الفلوس في الناس. قال لك اخويا احنا ما لقيناش حل. هاو كلمنا المقاول يعطيني النمري نتاع المقاول نكلمه، يقول لي احنا والله هات ونجي غدوه نقعد بال 10 ايام ولا 15 يوم ما فماش ريحته. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بكم. شنو تنجم تحكي لنا على المنطقه هذه وعلى وهل وصلتوا صوتكم ولا لا؟ وصلنا كل يوم نشكيوه من عام 97 فهمت ولا، والكياس هذايا على اساس مش تكيس مش حلها طريق فهمتني. ولتوا هكاك توا اجي 6 ولا 7 شهور وانا يوميا نمشي البلديه ايجا شوف ايجا نظف لنا ما فما شيء. ها توا نجي وها توا نجي وما فما شيء فهمتني. معناها احنا شو نقولوا فديتوا من الوضع؟ شنو فدينا؟ هاي داري اللي في الليل ما نرقدش النوم يشوف لحمي ملوش وجه كل ليله هكاك شويش ونموس. السلام عليكم. عليكم السلام. أخي المواطن احنا نقولوا شنو تنجم تحكي لنا على الظروف هذه وهل من وعودات، معناها أهم حاجة هل صارت وعودات أنه باش تحسن الظروف المعيشية نتاعكم؟ بالنسبة للوعودات وعدونا واحد وكل شيء وتو ما تحسن حتى شيء. هاك تشوف الوضع كيف هو، هاك تشوف الفانات كيفاش تمشي فهمت، الوشوشة وكلاتنا والهم كلانا واحنا كل شيء كل يوم عليك احنا في البلدية. تو مدة جي شكاو بينا جيرانا على اساس مش يحلوا ثنية هنا، جانا البلدية بعث لنا رئيس البلدية جات القوى العامة لهنايا وحكوا كل شيء، قالوا مش ننظفوا ونعملوا تنظيفة هنايا مش نحيوا الهندي ونحيوا الأكوام الوساخ وعدوا الدنيا كل فهمت. كلمته قلت له كيفاش أنت جي تحلي هنايا وتعري لي يعني زوايلي وحدوا الدنيا كل فهمت. قال لي نعملوا اجتماع مع المعتمدة ومشينا عملنا اجتماع مع المعتمدة وتفهمنا على اساس مش يجيو يحلوا ثنية. وقت اللي تفهمنا سي رئيس البلدية قال لي كيفاش فهمت، قلت له راهم واعدين على جد ما جاو يحلوا هنا واعدين مش يبنيو لنا حيط منا حيط منا ويحلوا ثنيتهم يمشيوا. فاز رئيس البلدية قال احنا ما نبنيوش نعوضوا لكم ولا نعطيكم حق الارض. قلت له سيدي عوض ولا اعطيني حق مقابل ثنية ويجي حل ثنيتك. اتفهمنا كل شيء، قال لي باهي وفيتكم 15 يوم مش نجيو. بعد 15 يوم اعطاني ورقه كان محضر جلسه، زيت المحامي، المحامي قال لي هذا ما ياخذ شيء. رجعت له رئيس البلدية قلت له ما ياخذ شيء هذا فهمت. قال لي كيفاش؟ قلت له ما ياخذ شيء. قال المحامي قال لي ما ياخذ شيء. قال لي ايش تحب؟ قلت له اعطيني ورقه خدت يدك ولا اي موافقه من عند البلدية من رئيس البلدية مطبوعه مريقله فهمت باش تضمن لي حقي ويجي حل ثنية. أصبح قال لي ما نعطيكش موافقة هكا كل شيء وقعد أنت مسكر وتجي القوى العامة وجي تحل. جات القوى العامة مشات شي 400 ولا 500 الفانة هاكي باش يحلوا ومشات على قواحهم فهمت. وقعدنا الوضع هنا لتوا كاك البلدية مش نعوض لك مش تعوض لي
ولو ناس فيما تجي تقول لك حل ثنية في مقابل ايش باش نحل لك انا ثنية باش نعطيك 1250 ميتر هنا في مقابل ايش؟ اعطيني العوض نتاعي وقلت له اجي حل ثنيتك. والمعضلة ذي من وقت ايش معناها تدوم الحكاية ما تنجمش تعطيني؟ اول ما جاء من عام 97 من عهد الرئيس القديم فهمت وتفهمنا وعدنا كل شيء مش يبنينا حيت منا وحيت منا ويتعدى من 97 لا احنا صحنا لهم في حاجة لهم وعدونا بحاجة صحونا في حاجة كحاجة معناتها تثبت هما جاءوا حلوا حطوا له ناس على اساس مصلحة عامة واحد كل شيء وبعد قال مش نبني لكم حيت جيت تتحل ثنية مش نبني لك حيت منا وحيت منا هما من عام 97 للآن واحنا تو في الموضوع هذا نحكي وقت تشوف الوضع كيف نوك تشوف الماء كيفاش يمشي واش واش اكلاتنا و... فهمت والناس الكل تعيط جيران والناس الكل هاك تشوف البني في وسط البني في وسط الديار الشيء هذا وانا لتو نسنى في الوعود نتاع البلديه وهكا مشاهدين قناه سوس تي في نكونوا لحقنا لنهايه حلقتنا وين وصلنا صوت المواطن اللي طلبه الوحيد هو في حق العيش. سلامه.